السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا لقاء جميل مع الأستاذ الهكر ناصر. الهكر ناصر من الناس المبدعة صراحة والناس المميزة واللي ما شاء الله تبارك الله رائد في مجال التقنية. أستاذ ناصر أهلا وسهلا فيك. يا هلا بك والله ومرحبا، نورتنا شرفتنا. الله يسعدك الله يوفقك. بتعاد رائدي يعني شوي تنك جودتها. لا لا لا، هذا يعني صراحة أنا أقول أقل من قدرك يعني، وقدرك ما شاء الله تبارك الله أشوفها أن أعلى ما شاء الله تبارك الله. الله يجزاك إن إيه والله. الله يوفقك ونتمنى لك المزيد من التفوق والعلو والارتقاء. اللهم أمين. لا وبعد الشرف بالله لقاء بك، لأنك أنت صراحة أنت المعلم. الله يسعدك. من قبل الحين والمستقبل إن شاء الله كلها توصيرت معلمة. الله يبارك. بس أنت معلم من هكرين كله. يا سلام عليك. يعني أنت مهكر المجال الكمبيوتر كله. الله يسعدك. الله يوفقك. استاذ ناصر، عندنا سؤال تقني بالنسبه لسماعات هايبر اكس كلاود 2. بما انك من احد اللي اشتروا هذا المنتج، قيمنا، ابي تعطينا نبذه يعني او بشكل مفصل عن السماعه هذه او الشركه كلها كعامه يعني. هو شوف، تدري الحين تعرف شركه اتش بي؟ اي تدري ان هي ايش اسمه مسويه هايبر اكس؟ يا سلام، ولا ما تدري عنها؟ لا هذه والله المعلومه هذه اول مره ادري عنها والله. احنا نشوف شركه هايبر اكس اظن مستوري عليها 2019 او 17 ما متاكد منها، احدها من هالسنه، وهي استولت على هايبر اكس وصارت الحين تحت شركه هايبر اكس. يا سلام. قريت من المعلومات انها تحت هايبر اكس. يا سلام. ومن ناحيه السماعه والله السماعه يعني بصراحه كجوده الصوت بصراحه عن تجربه انها ممتازه. ممتاز بصراحه، ممتازه. جربت يعني التجربه اللي انا استمعت لها ولعبت اللعبه، يعني بصراحه ما قد جربت سماعه يعني نفس الجوده هذه. ما شاء الله. انا جربت سماعه، شريت سماعه من علي كبيرك 180. ايه؟ معروف هذه عند علي كبيرك، لو تشتري شيء 180 ولي معروف ان جوده يمكن عاليه. صحيح. بصراحه ما قد مستوى هذا. ما شاء الله تبارك الله، مستواه يعني ممتاز. حتى جربت العزل، انا حطيت سماعه يعني بين يديني كذا لفيتها بس كذا، سكرتها بدون ما اضغط عليها، بس سكرتها كذا، هو اللي نفسه يعني ضاع. كتم الصوت يعني تقريبا حوالي 80% الى 90%. ما شاء الله تبارك الله. يعني لو احطها باذني ما حد يسمعني اللي بجنبي. إيه. وهي وغير حتى هذا بعد عزل عن الخارج. تسمع المقطع تنعزل عن اللي اذا تلعب بين اللعبه، حسبت الباب مفتح من جنبي. بس صراحة طلع مو بالباب، اللعب عندي او ذا هو اللي انفتحت. السلام عليك. اي لا يعني صراحة يعني كجودة الصوت ممتازة. ما شاء الله ما شاء الله. حتى المايك حقها يعني ما اقول حق احترافية مرة بس انه ممتاز يعني ممتاز، يعني ما فيها صوت بعد قاعد تسمع صوت رزيل. اي ما تطلع السماعة هذه. يا سلام. وانت يمكن قاعد سمعت وانا اتكلم معك بنفسها. ترى ارسلت لك بعض الاوقات، ترى بالواتساب انا ارسل لك. ترى مرسل لك من بعضها، ترى من هذه. يا سلام عليك. اي وصوت واضح. يا سلام. ممتازه. وانا بصراحه يعني وفيه نوع ثاني بعد سماعه اسمه وايرلس، نفس الاسم. اي يعني هايبر اكس كلاود 2 وايرلس. ايش الفرق بينها؟ وش الفرق؟ ان هذا لاسلكي. إيه؟ وهذا سلكي. يا سلام. بس هذاك سعر شوي انه مرتفع يعني عن الكلاود 2. انا اخر مره شفت انا بالمحل اللي شاري من عنده هذا 293، هذاك عنده 493 اتوقع، 493. اوه يعني فرق مهم بسيط يعني. بس شنو شو ميزتها انا هذيك؟ اتوقع لازم يحطون فرق فيه، يمكن لان عازل يصير ممتاز او علشان يصير لاسلكي يساعد حقه البطاريه عمرها طويل. ممكن. اي يعني يعني مثل ما تقول انت لما تركب بلوتوث بالسماعه احسب حساب انك راح تركب بطاريه بنفس السماعه. لا لا لا، السماعه نفسها هي بطاريه، بس بطاريه عمرها يعني دائما يصير منور كنا ناخذ سماعه ما تقعد ولا 18 ساعه 20 ولا 24. لا هذه يقول يمكن تقعد معك 48 ساعه. يا سلام. يعني انت تلبسها تقعد انت يومين
ما تشحنها. يا سلام. هذه هي اللي انا اتوقع ان هذه سماعتها هي كذا نفس. وانا بصراحه بس انا اشوف اللاسلكي حلو ممتاز، بس لو فيها اللي اقدر افصل اي اكسالي. اي هذه ما هي موجوده، هي مشبوكه معها. بس كنا يجي معها حق كرت الصوت، فيها حق سماعه وحق ميكروفون. يا سلام. اقدر ازيد الصوت الميكروفون ونقص فيه. وتقدر تقطع الميكروفون منك ما تسوي. اي اي اسوي ميوت على الصوت. ميوت اي. وفيها زر حق 3D. يا سلام. اللي هي يسمونه محيطيه. اي اي. هذا تنقص سماعه، مثل الحين لو في صوت على يمينك. يعني مثل اللعبة الحين لعبت اليمين الشخصي حق اللعبة. ايه. يساري حاسي بيلقى الصوت على الجهة اليمين. يا سلام عليك. اذا كان في وراك احد الصوت يلقى من وراك، مثل الحين لو تمشي بسرعة ماشي سريع. هذا بيصير الصوت وراك اذا صار هو وراك. هذه 3D. وهذا يعني 3D يساعدك انك تلعب بشكل افضل. ايه ترى مفيدة بعد شو اللي صار في مثل اللعبة تلعب تعرف اللي حقت اونلاين. ايه. حقه مثل يعني حرب ولا كذا عرفت؟ يصير صار في صوت وراك وحش ولا في يعني عدو وراك. إيه؟ تقدر تسمع صوته وراك عشان تقدر تنبه له. يا سلام عليك. ترى لان وش سمعت ال 3D وش نظامها؟ عشان تعرف وين الشخصيات اللي تطلع منها صوت. يا سلام. تعرف بعض الحين نشوفهم يلعبون حقين ولا ايه شوفوا ما شاء الله ايه مين صحيح بشوف ايش سماعات بس تلقاها هي بس سماعات محيطيه يلقى صوت من هذاك يسمع صوت من هذاك جاي ما يعطيها واحده. يا سلام. وهذه هي ميزتها المحيطيه. في سماعات ثانيه بس ما اعرف لها هذه يمكن انت اعرف مني اللي ايه؟ يقولون حق الافلام بالافلام. ايه صحيح. والله اني ما ادري لكن هذه يسمونها الظاهر السينمائي او شيء زي كذا. سينمائي. اي تكون بس فكرتها انها ما تكون 3D. اي. ما تكون 3D بس مخصصه للاشياء السينمائيه او انك تسمع مثلا موسيقى او شيء زي كذا. اي تعطيك مثل ما تقول اهتزازات بالصوت. إيه. يعني تهتز انت لما تروح للسينما مثلا. تحس ان الارضيه تهتز او شيء زي كذا. فهي نفس النظام هذه تعطيك الجو هذا يعني. هذه حلوه سجل صرت راعي انت افلام. اي ما تعطيك 3D اللي هو المحيطي. لا هاي بس اللي صرت عند راعي الافلام تاخذ هذوليك اللي يسمونها. بس اذا انا عن نفسي يعني انا كشخص العب بالبي سي العب لعبه لازم احتاج هذه 3D ما احتاج السينمائيه مع انها تراها جوده الصوت فيها مناسبه حق الافلام يعني مو يعني مو تقول يعني حق لعبه لا تراها معطينك صوت يعني انت تلعب لعبه بس انها ترى لا زال فيها يعني حق جو السينمائي. يا سلام. ويطلع فيها صوت حلو. وانا اتمنى يعني اذا صار واحد بيشتري كذا يعني احسن شيء يشتريها يعني ما يبالغ ويروح يشتري شيء بسعر عالي. يروح ياخذ ب 600 700 ولا ياخذ خلل. لا ترى في سماعات يعني مثل الشركات معروفه مثل هايبر اكس. فيها الاسر وهذا ما ادري عن الاسر فيها بس فيها الريزر اظنها ريزر صح؟ سلام. وفيه يمكن مو اكيد ما متاكد منها سماعات جي بي ال معروفه شركه جي بي ال. السماعات وفي سماعات بوت بس هذولي ما ادري عنها هل هي مناسبه للالعاب ولا لا. اتوقع ان هذوليك مناسبه لحقه مثل الافلام موسيقى هذول. بس اذا انا فاهم هايبر اكس الاسترو لان الاسترو في 10 في 20 في 30 40 اتوقع ولا اي يعني في احجام متنوعه. هذا وانا اشوف يعني حتى الان يعني شفته ممتاز الهايبر اكس عندي شفت ممتاز. بس انا وشو معتمد على 290 علشان اذا جبت مبلغ على 240 400 مثل كذا ترى ما اقدر ارجع انا 280 ولا 293 لان مشكله السمع عندنا اذا تعودنا على الشيء يا سنة بمستوى عالي خلاص ما نقدر ننزل على مستوى اقل. اي ما تقدر ترجع على ابو 20 ريال او 30 ريال هذه ما تقدر مره لانها اصلا سماعه تخرب كانك انت مثل لو مثلا شريت موتر لك شفت ميوكن. يا سلام. فجأة تروح لم الفش ما تقدر صعبة. صعبة اي. لانك كنت ميوكن مريح فعلا وعزل وقوة بينما هذه لا قساوة وتعب يعني صحيح. وحتى لو مثلا مثل السيارات الفخمة سماعاتها فخمة
تروح السيارات مثل عادية تمعات عادية تصير أنت ما تمرتاح لهذا. أنا بصراحة جربتها على السيارات مش السماعات على السيارات صراحة، لأن أنا جربت موتر سماعاتها فخمة يعني زينة مو يعني تقول سيارة مثل الاثنين، لا 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 سيارة مواصفات يعني ممتازة حلوة، بس السماعات جربتها صراحة يوم قارنت موتر قديم يعني ورحت هذا فرق اسمه صوت يعني فرق الصوت اسمع على الارض يا سلام عليك. اي وانا يعني اشوف الافضل افضل يعني واحد ياخذ انه لا يتعود ياخذ شيء بمبلغ هالي يا سلام عليك، عشان وش يتعود السمعه على مبلغ اللي ابو 200 300 بالكثير يعني اشوف. ممتاز. طيب استاذ ناصر اسفين على الازعاجك والاطاله اللي يعني هذا، لا 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 انا مرتاح معكم بعد بديت افرح متحمس معكم الله يسعدك. نبغى اخر سؤال، الفرق بين الاصدارات 2 و 3 بسماعات وشوف سماعات الهايبر اكس، انا ما جربتها بصراحه، بس انا يعني ذاك اليوم احد المشاهير جربوا المايك حق الكلاود 2 اللاسلكي وكلاود 3 اللاسلكي. يا سلام في فرق بينها الصوت. يا سلام وانا يمكن بجرب اوريك المقطع انا شوف الفرق بين الصوت المايك. يا سلام ايه وتبي تصير شوف تلاحظ الفرق بين السماعه وبين ال2 والثري بتشوف في فرق صح. وانا بصراحه يعني هل هو اكيد لازم بالاصدار الجديد لازم يصير يفرق معك اشياء كثيره. اول شيء يمكن يصير اذا صار بعض الازرار تلقاه اماكن يعني مهم ممتازه يمكن يصير غيروه حطوا اماكن يعني يصير اريح لهم. الشيء الثاني يمكن بعض الازرار اللي صارت يعني هي موجوده بالسابق يمكن مع اصدار جديد يحطونها. يا سلام. ويمكن يصير يدعم المصدر الجديد بالكمبيوتر يعني تطبيق وكذا. يصير ما تدعم بس الانظمه الجديده يعني. قصدك؟ ها؟ الانظمه الجديده وكذا ايه. يعني مثل عندي التطبيق حقه التحكم بالصوت وجودتها وكذا. اتوقع ان هذا شيء، بس انا الاصدار اللي لاحظته انا بس يعني حتى الان يعني شفتها ما بعد ما شرعت الجديده ادري ولا تو انها الفرق اللي لاحظته بس سمعت الصوت المايك. يا سلام. في فرق فرق يعني تبي ال 3 اصفى صوتها في صفاوه اعلى. بس شنو بس لا يقار يعني 2 يعني صفاوتها ما زالت يعني ممتازه. تشتري يعني ما شاء الله اكثر تطور يعني مثل ما نقول ان اللي ميزانيته قليله او محدوده ياخذ 2 ممتاز، واللي ميزانيته مرتفعه ويبغى شيء كويس ياخذ الاصدار الثالث. في رابع اصدار رابع لا اللي نزل اخر مره اللي شفته الثالث، لان الثالث ما نزل كم تقريبا 3 شهور بالكثير اظن. اوه قريب. ايه طيب استاذ ناصر معليش انا اسف اني انا قلت لك قبل شوي اخر سؤال، لكن الحين طرى ببالي سؤال الان. اي لا لازم يجيك سؤال بعد شوي، ما في سؤال اخير لان بيجيك سؤال بعدها. شو اسمه، هل في راحه من ناحيه الاذان وكذا ولا فيه تعب شوي والام هو شوف اللي يلبسون نظارات انا جربت اللي انا البس نظاره اللي يلبسون نظارات يحسون بشوي ألم خفيف هنا. مع ضغطة الأذن هذا الأذن مع ضغط النظارة يصير فيه لأنه هو ما يصير نفس حق الاسفنج السماعة يصير ضغط على شوي على الأذن شوي معهم. في بعض يمكن لنا عشان يمكن من بعضهم يصير أذنه حقه كبير أو صغير ما أدري، بس اللي أنا أشوفه في ضغط يصير صار على النظارة هو بيضغط بعد الأذن قدام الأذن يصير فيه ضغط لأنه هو شو مكثر بالاسفنجة يصير يضغط كذا ضغط. بعد فترة بيتسرجع هنا بهالجهة هذه. وفيه أنا جربت الاسفنجة اللي يجيك بهالجل هو اللي يسبب العزل. في اسفنجة اللي يسمونها القماش. القماش إيه. اللي هو أريح بس بصراحة يعني. ما تعزل ما تعزل بشكل كبير. ما تعزل بس وشو؟ حتى في لا زال في ألم بعد النظارة. يعني وش هو نفس السماعة أثرها تمسك بقوة مع النظارة. ليش؟ عشان ما يطلع الصوت يصير برا يصير ما في عدد زين لأنه لازم يضغط. أستاذ ناصر شكرا على هذا اللقاء الجميل. الله يحييك. وأتمنى لك المزيد من التفوق والعلو.
ويعني يعني احنا ناخذ من وقتك لثراء معلوماتك وجمالها يعني. وشكرا لكم، نلقاكم في حلقات جديدة. شكرا لكم على الاستماع. الله يجزاكم خير ويحييكم.